السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في تاني حلقة من كورس الكونفيجريشن مانجر. أول حاجة بس حبيت أنبه عليها اللي هو من خلال ويكيبيديا تقدر تتكلم على الكونفيجريشن، تجيب هيستوري بتاع الكونفيجريشن مانجر هتلاقي هو سيستمز مانجمنت سيرفر الفيرجن بتاعه 1 ده من سنة 94 لغاية 2003. انا كنت قلت لكم تقريبا 2003 بقى اسمه كونفيجريشن مانجر، لا هو 2003 كان اس ام اس لسه، وبعد كده من اول 2007 هو كونفيجريشن مانجر. بعد 2012 بقى شغال، ما عادش شغال بقى بالريليز بتاع السنه اللي هو مثلا والله ده كونفيجريشن مانجر 2016 يفضل قاعد معاه لغايه 2019 لما تنزل سيستم سنتر جديد، لا هو بقى شغال بالكرنت برانش نفس الكلام اللي هو موجود عند ويندوز 10. فلو جينا هنا في الويندوز 10 اللي هي الريليز انفورميشن هتلاقي يقول لك والله الكرنت برانش والكرنت برانش فور بيزنس واللونج تيرم سيرفيس برانش. ديت الكونسبت الجديد بتاع السيرفيسنج اللي مايكروسوفت قدمته في مع ويندوز 10، اللي هو بقى عندك كرنت برانش ده حاجات بتاخد فيتشرز بشكل احدث وبينزل لها ابديتس بشكل احدث، وده بيكون بيلد ويندوز كامله. فانت لما بتيجي تعمل ابديت للويندوز 10 انت بتعمل ابديت للبيلد كامله، مش بتعمل ابديتس بقى بحاجه بسيطه زي ما كانت موجوده في ويندوز 8 والكلام ده. فالفكره الكرنت برانش بياخد ابديتس بشكل احدث فبينزل له فيتشر احدث، فانت تقريبا بيحصل تيست فيك. الكرنت برانش فور بيزنس طبعا البيزنس ما ينفعش فيه تيست وما ينفعش فيه الفيتشرز بشكل سريع ده، فهما ما بينزلوش كل الفيتشرز في الوقت ده، هما بيستنوا لغاية ما الفيتشرز يحصل لها تيست في الناس. وبعد كده خلاص هي ستيبل وحصل لها تيست والناس طمنت لها فبينزلوا لها كرنت برانش فور بيزنس. اللونج تيرم سيرفيس برانش ديت السيستمز اللي هي ما تقدرش تطلع نت عشان تاخد ابديتس، ممكن ينزل لها سكيورتي ابديتس بس ده سيستم ديديكيتد مش عاوزين نعمل له ريستارت كل شويه، مش عاوزين نعمل ابديت كل شويه، فبنستخدم له اللي هي اللونج تيرم سيرفيس برانش. وفي طبعا اللي هي الويندوز انسايدر، دول اللي هم بيتا تيسترز اللي هم مايكروسوفت اصلا بتنزل لهم تقريبا نسخه كل اسبوعين ثلاثه بيتستوا فيهم قبل ما ينزلوها للكرنت برانش. الريليزز مش عاوز اوصل لكم الريليز، هو مايكروسوفت اول ريليز نزلته اللي هو 15.07 ده اللي هو الار تي ام مايكروسوفت نزلته، بعد كده نزلت 15.11، ال 15 هي السنه، وبعد كده 11 ده الشهر اللي حصل فيه الريليز، بعد كده 16.07 اللي هو شهر 7 2016. الكونفيجريشن مانجر بقى ماشي بنفس الكونسبت، والله انا نزلت 15.11 وبعد كده نزلت 16.02 وبعد كده 16.06، ودلوقتي في اصدار اللي هو 16.10 نزل، واحنا دلوقتي دخلنا في 17 بيجهزوا ال 17.03 تقريبا عشان يحصل له ريليز. الكونفيجريشن مانجر ليه اختصارين اس اس سي ام، وده اللي هو البابليك وده الموجود على الناس كلها بتستخدمه، بس حسب ما افتكر اللي ده مش ريجسترد مارك او ده ريجسترد مارك لشركة تانية غير مايكروسوفت، عشان كده مايكروسوفت بتستخدم في الدوكيومنتيشن بتاعتها كونفيج مانجر. بس لو انت عملت سيرش على اي ارتكل اي حاجه بالكون اس اس ام هجيب لك ريزلتس احسن من الكونفيجريشن مانجر علشان هو ده الناس عموما بتستخدمها. هنبتدي نتكلم اللي هو طب انا ايه الانفايرمنت اللي انا عاوزها علشان ابتدي اتست الحاجه زي الكونفيجريشن مانجر عندي. اكيد هنحتاج دومين كنترولر اكيد يعني. تاني حاجة هتحتاج ماشين عشان تنزل عليها الكونفيجريشن مانجر والسيكوال بتاعها، تقدر تعمل السيكوال بره والكونفيجريشن مانجر مكان واحدة، بس احنا مجرد تيستنج الكلام ده هنعمل سيكوال على نفس المكنة بتاعة الكونفيجريشن. حتى عموما يعني لما تيجي تعمل في البرودكشن عندك هتلاقي الريكومنديشن هو انت ممكن تعمل سنترلايزد سيكوال لكل الابليكيشنز بتاعتك، بس في حتة السيستم سنتر الافضل ان انت تخلي كل الابليكيشن مع السيكوال بتاعته على نفس الماشين افضل، وهيريحك في حاجات كتيره. بس فهنحتاج اكتيف دايركتوري ماشين للكونفيجريشن مانجر، وهنحتاج كلاينت ماشينز علشان نلم منها الداتا وهنحاول نعمل عليها ديبلوي الابليكيشنز والكلام ده،
وهنحتاج ماشينز فاضية يعني بلانك ماشين كده علشان نعمل عليها او اس ديبلويمنت. تقدر تعمل الكلام ده باستخدام هايبر في او تقدر تعمله باستخدام في ام وير، مش فارقة سيان. النقطة التانية اللي عاوز اتكلم عليها اللي هو الكونفيجريشن مانجر ده من سنة 94، فهو خلاص بقى ميتيور ابليكيشن، ما عادش يعني تقريبا معظم ال يعني هو خلاص تحدد له شكل الانهانسمنت بتاعته خلاص، يعني هو وصل لمرحلة من نضج عالية اللي هو كل فين وفين لما بيحصل انهانسمنت يقلب الدنيا. هو من دلوقتي من بعد 16، بعد حاجة كرانت برانش و16.06 ابتدى ينزل انهانسمنت بشكل جديد، وخاصة في الكونكشن مع الكلاود ويندوز ايجور والاو ام اس والانتيون. بس احنا مش هنغطي الحته دي في الكورس بتاعنا، انا هنركز بشكل اساسي في الكورس عن الحته بتاعه الاون بريم جوه الشركه المانجمنت والكلام ده. اوكي، فاحنا دلوقتي المفروض الناس تجهز مكان عليها اكتيف دايركتري، وهنجهز مكانه للكونفيجريشن مانجر. الاوبريتنج سيستم بتاع الكونفيجريشن مانجر ممكن يكون 2012 او 2016. 2008 R2 بينفع في، احنا اول حاجة هنشتغل بالسيستم سنتر كرنت برانش اللي هو 16.06، وهنعمل كده هنعمل له ابديت لخليه 16.10. ف16.06 و16.10 ينفع الداتا، بعض الرولز بتاعت الكونفيجريشن مانجر تكون على 2008 R2 بس مش كلها. فاحنا المفروض ان انت تبتدي دلوقتي ستيب اواي عن 2008 R2 وتبتدي تنزل كل الرولز بتاعتك على 2012. طب عاوزين ايه السبيكس بتاعت الفيرتشوال ماشين اللي احنا هننزل عليها الكونفيجريشن مانجر؟ فلو جينا هنا قلنا له اس ام هاردوير ريكويرمنتس مثلا، هيقول لك والله حسب الرولز بتاعتك عدد السي بي يو قد ايه والميموري قد ايه، وفي حالة لو كانت الميموري موجودة على نفس السيرفر او على سيرفر منفصل، وبعض السبيكس اللي انت تقدر تغيرها في الـ على السيرفر علشان تحسن البرفورمانس، والديسك سبيس سايزنج. طبعا الكلام ده احنا دلوقتي بنجرب بس نشرح كورس سريع ازاي تقدر تتعلم كونفيجريشن مانجر، فمش هنخش بديتيلز في الحته دي. بس انت لو انت بتعمل بقى فعلا كونفيجريشن، يعني هتعمل انستول للكونفيجريشن مانجر عندك في الانفايرمنت، اكيد لازم تدرس البيج دي بشكل جامد لغايه ما توصل للهاردوير سايزنج المناسب ليك. بس عموما احنا ماشيين بتاعت الكونفيجريشن مانجر ممكن تكون حوالي 6 جيجا رام، ممكن 4 بس السيكوال هيبقى اكل الرامات، فخلينا نقول مثلا 6. والاكتيف دايركتوري ممكن 2 جيجا رام، و2 كور هنا و2 كور هنا على كل فيرتشوال ماشين. والكلاينت ماشين بتاعتنا مثلا برضو 2 كورز و1.5 جيجا ميموري. طب ايه السوفت وير ريكويرمنتس اللي انا محتاجها قبل ما ابتدي انزل الكونفيجريشن مانجر؟ انا هحتاج اول حاجه طبعا السورس بتاع الكونفيجريشن مانجر، فخلينا نقول عن طريق جوجل سيستم سنتر كونفيجريشن مانجر ايفال، هيطلع لك اول لينك اللي هو تراي سيستم سنتر كونفيجريشن مانجر. هتلاقي اللينك فيها السيستم سنتر فاميلي كامله، فاحنا عاوزين السيستم سنتر Configuration Manager and Endpoint Protection 16.06 هنا، وهتقول له ساين ان، وهترجستر بالاكونت بتاعك الهوت ميل، وهتقول له داونلود، فهيعمل لك داونلود للنسخة ديت. طيب ده السيستم سنتر. هيتبقى لنا الويندوز سيرفر، انا هشتغل ويندوز سيرفر 2016 برضه بنفس الكونسبت اللي تقدر تعمل له داونلود. هتسيرش على الترايل او الايفالويشن بتاعه وهتعمل له داونلود، ونفس الكلام في السيكوال، انا هشتغل على سيكوال 2014. هيتبقى لنا داونلود لل جي دي كي، ويندوز جي دي كي
هنشتغل على الفيرجن 16.07. هتيجي هنا تقول له داونلود او جيت الويندوز اي دي كي ستارت. اوبن. قدامك حلين، يا اما تنستول دايركت يا اما تعمل داونلود للباكج اوف لاين وبعد كده تبقى تنستول براحتك. انا عموما عملت قبل كده داونلود للباكج. هتيجي هنا تقول له نيكست وهيبتدي هو يداونلود الباكج، او ممكن تقول له انستول وهتقول له نيكست نيكست اكسبت وهتحدد له اللي احنا عاوزينه. حته ايه الابلكيشنز اللي احنا عاوزينها وخلينا في الحلقه الجايه لما نبتدي نسيت اب الابلكيشنز. بس لو انت كنت جيت هنا وقلت له داونلود هينزل لك الباكج في الباص الفلاني ده، وبعد كده هنبتدي نستارت السيت اب من جوه الباص ده وهنقول والله عاوزين فيتشرز 1 2 3 من الاي دي كي. برضه هنكون محتاجين انستول اي اي اس وحبه ابلكيشنز كده. خلينا لوقتها في الحلقه الجايه ان شاء الله هنشوف ايه الويندوز فيتشرز اللي هنحتاجها. أتمنى يكون الفيديو ده فكم إن شاء الله، وأتمنى تكونوا متابعين معايا بقية الكورس إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.